بس ما بعرف لو في سؤال جه على الديزاين اوبشن ازاي الغي الديزاين اوبشن. طيب ايه هو الديزاين اوبشن؟ ان انا ممكن يكون عندي كذا اقتراح للشغل في المبنى، فباجي هنا واقول له ديزاين اوبشن، اقول له ضيف لي اكتر من اوبشن بحيث ان تقدر تختار ما بينهم. على سبيل المثال مره توري العميل اعمده، مره من غير اعمده، مره السلم بشكل معين، مره تغير السلم، مره تغير النوع. فبدل ما تعمل كذا ملف ليفت، هو ملف واحد هتحط فيه الاوبشن دي. تقدر تعلم على مثلا الاعمده ديت، تمام، وتيجي تقول له هنا ان دول عايزهم يتضافوا للاوبشنات ديت، اوكي الاوبشنز ديت. طيب بعد كده تيجي هنا ده المين موديل كده شغال عادي، هتقول له لا انا عايز مثلا اوبشن 2. في اوبشن 2 مثلا اغير نوع الاعمده دول، عملت سيلكت، هو انا ما بعرفش اعمل غير على الحاجات الموجوده على السكه دي بس، اقول له غير لي النوع دوت للعمود ده، تمام. في اوبشن تاني ممكن اغير المكان بتاعه، اقول له خد لي دول مثلا موف، خلي بالك هو ارجع للاصل، تمام. طيب ممكن اقول له في اوبشن 4 خد لي دول مثلا كده مثلا، تمام، او غير اي خاصيه من الخصائص. فسهل ان انا اتنقل بين الاوبشنز زي ما انت شايف في قلب الاجتماع، اوري له واقول له هو ده الشغل بتاعك، تمام. طيب لما تيجي تعمل تحديد هتلاقي نفسك بتحدد على دول بس، ليه؟ لان انا عامل حاجه اسمها اكتف اون، لو شلتها هتقدر تعمل سيلكت على اي حاجه انت عايزها في الشيء خالص. عشان كده احنا بالاكتف الاكتف بالاكتف الاكتف اون. طيب طيب دلوقتي لو انت عملت كده وعايز تلغي الموضوع دوت، تمام، هتلاقي نفسك مش قادر تلغيهم، لا تقدر تلغيهم وتقدر تخلي واحد فيهم هو الاساسي. على سبيل المثال هتيجي هنا، تمام، مثلا اوبشن 3 ده هو ده الصح، ممكن تقول له edit sketch لو انت عايز تدخل في التعديل بتاع اوبشن 3. طيب بعد كده ممكن تيجي تقول له من هنا finish edit. طيب من اوبشن 6 بقى هقول له انا عايز اعمل accept للبريمري، تمام. ممكن اوبشن 4 مثلا تقول له make a primary، خلاص بقى اوبشن 4 هو ده الاساس بتاعي. اجي هنا بقى في اوبشن 6 واقول له اكسبت بريمري، معناه ايه اكسبت بريمري؟ يعني الغي الباقي، تمام، فخلاص مبقاش موجود خالص، واوبشن 4 بس هو اللي متفعل معايا، هو ده اللي شغال معايا. الاوبشنات الثانيه خلاص اترفضت، فاحنا استقرينا على الاوبشن